شكرا شكرا شكرا. إذا مرحبا بكم أحبائي الأطفال في حصتكم مع عمو يزيد في هذا الموسم الرابع، وانتم كذلك يا أحبائي اللي راكم تشوفوا فينا، إلا حبيتوا تشاركوا وتفرحوا كما أصدقاء هادو، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com للتسجيل بالطريقة التالية. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذا لما تسجلوا راح نتصلوا بكم عبر الهاتف ولا عبر الإيميل، ومرحبا بكم أحبائي. في بداية كل حصة نستقبلوا ساعي البريد اللي جبنا الرسائل تاع أصدقائنا الأطفال اللي يرسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات، وعمو يزيد راح يقرأ الرسائل في هذه الحصة. إذا رحبوا معايا بسهيب ساعي البريد. تعال سهيب تعال. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. وش رأيك سهيب؟ بس وليدي أخرت علينا اليوم ولا؟ لا أنا شفت الوقت. هيا جميل جميل. عندك بريد؟ نعم. شكرا. إذا سهيب راح يحطنا البريد لأصدقائنا في العلبة، علبة البريد، باش عمو يزيد من بعد يقراهم. إذا ما عليكم إلا تصلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com. مع السلامة. شكرا شكرا سهيب شكرا. أصغر ساعي بريد في العالم. إذا أبركم ساعي البريد هو اللي جبنا الأخبار. إذا في هذه الفترة يا أحبائي الأطفال كاين يوم عالمي مهم جدا. هذا اليوم العالمي صادف يوم 18 ديسمبر، هو اليوم العالمي للغة العربية، لغة القرآن. إذن العالم كله يحتفل باليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر. وكذلك كاين مناسبة مهمة كذلك لنا احنا اللي تصادف يوم 19 ديسمبر 1992، هو اليوم اللي مضات فيه الجزائر ميثاق حقوق الطفل اللي كنا احتفلنا به في 20 نوفمبر، اللي هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. هذا اليوم صدقت عليه الأمم المتحدة والدول الأعضاء على ميثاق حقوق الطفل، لأن للطفل حقوق، وكل دول مضات هذا الميثاق، والجزائر مضاته يوم 19 ديسمبر 1992. يعني الجزائر من الدول السباقة للحفاظ على حقوق الطفل. يا أحبائي عندكم حقوق و حقوق و حقوق و واجبات. إذا من واجبكم يا أحبائي المثابرة، الدراسة وكامل. يا أخي أحبائي حبيت نتكلم معكم، نشوف بعض الولايات، بعض الأطفال من جو كامل. نبدأ بالعروسة هذه. واسمك بنتي؟ ألفا. ألفا وين تسكني ألفا؟ في سطيف. في سطيف، سطيف العالي. الله يبارك. مرحبا بك بنتي. وانتي بنتي وين تسكني؟ واسمك؟ أنا مرام. مرام وين تسكني مرام؟ في الجزائر. في الجزائر، في الجزائر العاصمة. مرحبا بك بنتي. مرحبا بك. وانتي بنتي واسمك؟ اسمني نعمة. نعمة وين تسكني نعمة؟ في وهران. في وهران، وهران الباهية. الله يبارك بنتي. وانتي واسمك بنتي؟ هيبة. هيبة وين تسكني هيبة؟ الجزائر. في الجزائر العاصمة. مرحبا بك. نشوفوا الشابة هذه، واسمك بنتي؟ هديل. هديل وين تسكني هديل؟ غليزان. في غليزان. الله يبارك الله يبارك، مدينة جميلة جميلة جدا. واسمك بنتي؟ ديناري دعاء. دعاء وين تسكني دعاء؟ في وهران. في وهران، خيار الناس. الله يبارك الله يبارك بنتي. واسمك بنتي؟ خولة. خولة وين تسكني خولة؟ برج بعريج. برج بعريج، خيار الناس. اختك هاد صغيرة؟ بنت اختي. بنت اختك. واسمك شابة؟ ريتاج. ريتاج، تحبي عمو يزيد ريتاج؟ مام عمو يزيد يحبك. واسمك بنتي؟ رؤى. رؤى وين تسكني رؤى؟ الجلفة. مدينة الجلفة. ولاد نايل، الله يبارك الله يبارك، تسلمينا عليهم كامل. إذا أحبائي مرحبا بكم، كل الولايات، كل القطر الوطني نحبوه، وكاع نحبوكم، وإن شاء الله احنا حابين كامل نستضيفكم لهنا. واللي ما قدروش يجوا عمو يزيد يتنقل لعندكم عبر حفلة عمو يزيد، عمو يزيد شو، باش يتلاقى بكم عمو يزيد. في بداية كل حصة نطرح عليكم سؤال ولا لغز، تحبوا؟ سؤال اليوم يقول: ما هو أطول نهر واد في الجزائر؟ ما هو أطول واد ولا نهر في الجزائر؟ معليش عبالي بلي شاطرين،
فكروا لغايه نهايه الحصه انتم اصدقائنا اللي مشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز بالطريقه التاليه عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. اذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملا الاستماره. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الالكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. اذا فكروا الجواب عن اللغز، ما هو اطول نهر في الجزائر؟ تعالي تعالي العروسه، تعالي تعالي بنتي، اروحي 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 بنتي. واسمك بنتي؟ تحفه. واسمك؟ تحفه. واسمك؟ تحفه. واسمها؟ تحفه. الله يبارك، اسمك تحفه وانت تحفه. تحبي عمو يزيد؟ تحبي الحصه؟ هاي راح تقعدي. برافو. وين تسكن؟ وين تسكن تحفه؟ مدينه سطيف كذلك، سطيف العالي. الله يبارك الله يبارك، مرحبا بكم مرحبا بكم. اذا فكروا لغايه نهايه الحصه بالجواب عن اللغز انتم اصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا. ودرك حنا نروحوا نكتشفوا شخصيه عالم مسلم مع ياسمين، هو الطبري. اذا تفضلي ياسمين، تفضلي تفضلي بنتي. مساء الخير يا اطفال. مساء النور. اليوم جيت نقرا لكم عن الامام ابو جعفر الطبري. الامام ابو جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالامام ابو جعفر الطبري 839 923 ميلادي، مفسر ومؤرخ وفقيه، ولقب بإمام المفسرين. ولد بأملة عاصمة إقليم طبرستان. ارتحل إلى الري وبغداد والكوفة والبصرة، وذهب إلى مصر فصار إلى الفسطاط في سنة 253 هجري، وأخذ على علمائها علوم مالك والشافعي وابن وهب، ورجع واستوطن ببغداد. قال الخطيب البغدادي: كان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالم بالسنن وطرقها وصحيحها وسقمها وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارف بأيام الناس وأخبارهم. عرض عليه القضاء فأبى، له العديد من التصانيف. توفي في شهر شوال سنة 310 هجري، ويفنى ببغداد. شكرا 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 ياسمين، شكرا 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 ياسمين. أحبائي، الإمام جعفر الطبري هو من العلماء، من علماء الفقه والمفسرين الكبار اللي نعتز بهم. أحبائي، بما أننا في هذه الفترة نحتفل باليوم العالمي للغة العربية، واش رأيكم نغنوا أغنية دارها عمو يزيد يقول فيها: لغتي يا أجمل اللغات. يلا تغنوا كامل معايا. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. ورثناك من الأجداد، يعشق في كل لسان ويطيب فيك الإنشاد. أنت هي لغة الضاغي، ورثناك من الأجداد، يعشق في كل لسان ويطيب فيك الإنشاد. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر.
ودوائه من ألف تمتد الياء رائعة ذات بهاء كنور يسطع في الأرجاء أحرفك خطوط ودوائر من ألف تمتد الياء رائعة ذات بهاء كنور يسطع في الأرجاء لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر القرآن ستبقين لسان الدين خالدة عبر الأزمان في كل وقت وحين أنت هي لغة القرآن ستبقين لسان الدين خالدة عبر الأزمان في كل وقت وحين لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر برافو 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 شكرا شكرا يا أطفال. إذن اللغة العربية هي لغة القرآن نعتز ونفتخر بها هي لسان الدين. إذن أحبائي وش رأيكم نروح دركا؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن نروحوا مع منور الدين اللي جانا من مدينة تيارت بألعاب الخفة. يلا معايا. إذن تفضل تفضل عمو نور الدين تفضل 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 تحية لعمو نور الدين.
شكراً, شكرا 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 شكرا. خمسة زائد خمسة عشرة. عجبتكم ألعاب الخفة؟ إذن أحبائي رايح عمو يزيد دركا يحكي لكم حكاية. تحبوا الحكايات؟ حكاية الزرافة. يلا معايا حكاية الزرافات. يلا معايا. إذن أحبائي الأطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الزرافة. واحد النهار في الغابة كانت زرافة عايشة مع حيوانات واحد أخرين تاني, ولكن هذوك الحيوانات كانوا ما يحبوش الزرافة لأنها طويلة وكي تمشي هكذا كي تسيب الأزهار تعفسهم, كي تسيب لأنها طويلة بكذا رقبتها حفصة ما تشوفش مسكينة هي لا غالب ما يحبوهاش, يقولها أنت طويلة أنت تعفسي الحيوانات وتعفسي كذلك النبات كامل, وهي تقولهم أنا نحبكم أنا منكم أنا. هي كانت تحب الحيوانات وكانت حبتهم يعاملوها كما هي تعاملهم, ولكن والو هذوك الحيوانات ما يحبوش الزرافة. كل مرة يقولها هي طويلة يا كذا علاش ما تروحيش منا وعلاش كي باقية معنا وانت هي ماشي كيما حنا. هي كانت تحزن تحزن كثيرا على هذه المعاملة هذه. دارت الأيام دارت الأيام ما كانوش يحبوها. واحد النهار زرافة شافت من بعيد عاصفة, عاصفة جاية عاصفة كبيرة قادمة وما يشوفوهاش هما حيوانات في الأرض, وهي كي كانت عالية هكذا شافتها راح تجري لعندهم قالت لهم أعزائي كاين عاصفة كبيرة راهي جاية تخباو تخباو. وراحوا كل واحد راح للجحر ديالو اللي راح للبيت ديالو تخباو كامل. ومرت هذيك العاصفة وهذيك الزوبعة والعاصفة كانت كبيرة 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 دمرت كل شيء, ولكن هما كانوا مخبيين سلكوا. بعد كي خرجوا فهموا باللي كل كائن حي ربي عنده الحكمة لهذاك الكائن هذاك. إذن شافوا باللي الزرافة مهما كانت طويلة مهما شافت أشياء هما ما شافوهمش وسلكتهم من الموت أنقذت حياتهم. ثم اللي فهموا باللي الزرافة كذلك عندها دورها. عمو يزيد عمو يزيد نستخلصوا من حكاية اليوم أنه لا يجب علينا الاستهزاء بالآخرين. برافو 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 بوبي برافو. أحبائي لا يجب علينا الاستهزاء بالآخرين لأن كل واحد وعنده الحكمة تاعه وكل إنسان وعنده الشخصية تاعه. يا أخي ما لازمش نستهزأ بالناس أحبائي. يلا معي أرجع لأماكنكم. إذن أحبائي كما قلت لكم لا يجب علينا الاستهزاء بالآخرين, لازم نحبوا الناس كما يحبونا. يا أخي أحبائي راح يندر كان روحوا الفقرة هل تعلم اللي أضفناها في الموسم الرابع. راح نكتشفوا معلومة مع ميليسا. إذا تحية لميليسا تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. هل تعلم أن أول من سكن بابل هو نوح عليه السلام وذلك بعد الطوفان؟ برافو 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 بنتي برافو برافو برافو. إذا أحبائي سيدنا نوح بعد الطوفان هو أول من سكن مدينة بابل. في كل مرة نكتشفوا معلومات اللي تفيدنا في حياتنا وكامل. دروكا لحقنا واحد الركن انا نحبوه بزاف هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكته جميله. تعالي بنتي اروحي تعالي ابقي قدامي. واسمك بنتي؟ لينا. لينا الله يبارك. وين تسكني لينا؟ في الدار البيضاء. في الدار البيضاء. احكي لنا النكته تاعك بنتي. كاين واحد النهار استاذ سقسى تلاميذ وقال لهم قال لهم باللي ديروا تعبير كتابي على تخيلوا روحكم مدراء. كاع تلاميذ بداو يكتبوا غير واحد قال له شاك سنة قال له راني نسنى في خدمتها يجي تعطي لي الورقة. شكرا شكرا برافو بنتي برافو برافو برافو. تعالي تعالي اقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ عبير. عبير وين تسكني عبير؟ براقي. في براقي خير الناس. أعطينا نكتة تاعك بنتي. قال لك واحد النهار كاين جوحة الإنجليزي وجوحة الجزائري وجوحة الأمريكي. قال لهم رئيس ديالهم ادخلوا الغرفة مع مرة بالمل. كي يدخل جوحة الأمريكي كي يدخلوا لهذيك الغرفة ما يخرجوا ما فيهمش النمل.
دخل جوح الماريكاني خرج فيه النمل، دخل جوح الانجليزي خرج فيه النمل، دخل جوح الجزائري خرج ما فيهش النمل. قالوا له كيفاش خرجت ما فيكش النمل؟ قال لهم حفظت نمله راح وجانز تاعها. شكرا شكرا شكرا. شكون اللي عنده؟ تعالي بنتي اروحي اروحي. واسمك بنتي؟ ألفة. ألفة، وين تسكني ألفة؟ في سطيف. في سطيف العالي، الله يبارك بنتي. احكي لي النكتة تاعك بنتي. مالا شيخ هو ومرتو ولادو ركبوا في كار، ساعة قال لهم الراجل، قال لهم انتوما بصوارتو ولادكم باطل. ساعة قال له الشيخ، قالوا ركبوا ولادي وحنا نروحوا نمشي. مش حاح هذا. شكرا شكرا شكرا. تعالي تعالي تعالي. واسمك انت؟ فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء، وين تسكني فاطمة الزهراء؟ في الحراش. في الحراش، يا الناس احكي لنا النكتة تاعك بنتي. واحد النهار كان قط، كان قط سراق، دايما يروح عند واحد المرأة، هي دايما كل ما تحط الدجاج يبرد شوية هو ياكلها. ومن بعد كانت زادت واحدة أخرى زادت حطت، هو زاد كلاها. ومن بعد كانت هذيك النهار حطت السم في هذاك الدجاج وأكله هو مات. شكرا. إذن أحبائي الحقنا لدركا الركن الرسائل. عمو يزيد رح يقرأ الرسائل تاعكم. بوبي شفنا رسائل تاع أصدقائنا الأطفال، وانتم كذلك يا أحبائي لكم تشوفوا فينا، وحبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا في البرنامج. ما عليكم إلى ترستونا عبر موقع الانترنت. شكرا بوبي، شكرا شكرا. تحية البوبي، تحية تحية. إذن شكرا. إذن رسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. الرسالة الأولى، الرسالة الأولى من عند صحراوي جيهان 12 سنة، مدينة بومقر ولاية بتنا. يا الناس تحياتنا لكل سكان ولاية بتنا. قالت لك أنا أريد أن أشارك في حصتكم لكن لا أستطيع، أنا أحبكم كثيرا يا عمو يزيد وأحبك وأتابع حصتك دائما. إذا بنتي إذا ما قدرتش تجي عندنا عمو يزيد هو راح يتنقل لعندكم إن شاء الله لولاية بتنا عن قريب. الرسالة الثانية معند قواسمية أسامة 12 سنة، مدينة الشريعة ولاية تبسة. قال لك أعجبتني كثيرا وأدعو الله أن يوفقكم في حصتكم الجميلة. إذن أسامة قواسمية مدينة الشريعة ولاية تبسة، شكرا شكرا على المراسلة. 12 سنة ولدي، إن شاء الله نستقبلك في أقرب وقت. الرسالة الموالية عوشر محمد، مدينة الرغاية من الجزائر العاصمة، 11 سنة. أحب كثيرا عمو يزيد وهذه الحصة، وأهدي تحياتي إلى أمي الغالية. بالطبع الأم الغالية، إذن تحياتنا لأمك الغالية ولكل أمهات. إذن محمد عوشر من الرغاية 11 سنة، شكرا شكرا على المراسلة. الرسالة الموالية درازيرار معمر 15 سنة، قرية قالول ولاية شلف، 15 سنة. قالك أحلى حصة على شاشة التلفزيون ما شاء الله، أخوكم من شلف إن شاء الله تتقبلوا الرسالة. بالطبع بالطبع معمر درازيرار، نتقبلوا رسالتك بفرح وسرور، هذا الشيء يشرفنا. تحياتنا لكل سكان ولاية شلف. الرسالة الموالية معازر تفات 12 سنة، مدينة تيزي وزو. خير ناس، تحيتنا لكل سكان ولاية تيزي وزو. قالك عمو يزيد أنا أحبك لأنك تثقفنا وأنا أحب شخصيتك. شكرا شكرا ولدي. إذن إن شاء الله إن شاء الله بربي تجي تزورنا في أقرب وقت إن شاء الله، وتحيتنا لكل سكان ولاية تيزي وزو. عمو يزيد يحتفظ بالرسائل تاعكم الجميلة هذه. ودركا الحقنا الركن الجواب عن اللغز. إذن أحبائي، ما هو أطول واد في الجزائر؟ شكون يعرف؟ تعالي بنتي اروحي. بين الشطرة، بين بين بين. إذن واسمك بنتي؟ ويام. ويام، وين تسكني ويام؟ في الجزائر. في العاصمة؟
وش هو أطول واد في الجزائر؟ البحر الأبيض المتوسط. لا لا هذاك بحر، هنا الواد ولا النهر. شكرا على المحاولة. أطول نهر في الجزائر، أطول واد تعالي بنتي، واسمك بنتي؟ مرام. مرام، وين تسكني مرام؟ في الجزائر. في الجزائر؟ وش هو أطول واد في الجزائر؟ تعرفيه؟ وش هو؟ واد؟ أطول واد في الجزائر هو؟ واد. ما تعرفيش اسمه؟ معليش معليش، شكرا على المحاولة. تعالي بنتي، تعالي، واسمك بنتي؟ ويام. ويام، وين تسكني ويام؟ ولاية غليزان. ولاية غليزان، خيار الناس، تحياتنا. كي تروحي تسلمي عليهم كاع، الله يبارك. وين جاي أطول واد؟ واد شلف. واد شلف، بالضبط بالضبط بالضبط. إذا واد شلف هو أطول واد في الجزائر يا أحبائي. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها الشاطرة هذه. إذا بنتي، شركة شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها على شطارتك. العفو العفو بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. إذا أحبائي، كما قلت لكم، في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده، واللي يحب يحتفل بعيد ميلاده في حصة عمو يزيد، ما عليه إلا يبعث 5 قسيمات من علب حليب برامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 ستوالي الجزائر العاصمة، بخمس قسيمات، وراح نكلموكم باش تجوا تحتفلوا بعيد ميلادكم معنا، وسوف نهديكم هدية عيد ميلادكم كذلك. اليوم معنا ديلمي ألفت ورأفت، 8 سنوات، من مدينة سطيف. تعالوا التحقوا بيا، التحقوا بيا، التحقوا بيا. إذا انتم توأم يا أخي، توأم. إذا توأم مدينة سطيف، مرحبا بهم. حنا راح نغنوا لهم أغنية عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالهم. التحقوا بيا نغنوا لهم، تعالوا تعالوا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي تجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي تجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات، يلا نطير بالونا، نزهى نمرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها، وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها، ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها، ليلة حلوة يا محلاها. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. اذا عمو يزيد يشعل لك الشمعه، انتوما انت واختك التوام. اذا ديروا معايا العد التنازلي كامل: 8 7 6 5 4 3 2 1 طفوا الشمعه. برافو
برافو برافو برافو برافو، اعطيني الشهاده تاعهم. اذا ديلمي ألفت، شكون ألفت؟ انت يا ورفت. اذا هذه شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد، وانتم يا احبائي كذلك غير تخرجوا كل واحد ياخذ شهاده كما هذه يحتفظ بها كذكرى لمشاركته في انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد. اعطيني الهديه تاعهم. اذا احبائي كما وعدناكم رامي راعي البرنامج يعطيكم هديه عيد ميلادكم، ان شاء الله تستفادوا بها. وانا ما بقى لي الا نقول لكم استنونا في الاسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في في نفس التوقيت. نحبكم يا اطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. عندنا ديجا عام اللي سجلنا والحمد لله قبلونا، وحصه ما شاء الله، الله يبارك، فرحونا الذراري كامل ويعطيكم الصحه كامل. ونشكروا الحصه تاع عمو يزيد كي لبات لنا الدعوه هذه، وبارك الله فيكم. سجلت في حصه تاع عمو يزيد بار انترنت قبل الدعوه تاعي، ونشكر عمو يزيد. طقم عمو يزيد، نشكر عمو يزيد. تعالوا الامو الينا نضموا مع عمو يزيد.